لازم نتكلم فيها على السريع كده. كنت بتكلم مع احد المسؤولين في النادي الاهلي، ولما بقول بتكلم مع احد المسؤولين بتكلم مع احد المسؤولين، بقول له اخبار كهربا ايه؟ قال لي انت شايف انت ايه الاخبار؟ قلت له لا، قول لي انت الاخبار، انتوا اللي عندكم المعلومات، انتوا اللي عندكم الحكايات والروايات. كهربا ايه؟ طمني طمني على الصفعه المدويه للعبيط وعياله. قال لي كهربا في الاهلي، يبقى في يناير يبقى نهاية الموسم في الاهلي. قلت له لا لا لا، ايه فين؟ ايه نهاية الموسم دي؟ أول مرة أسمع عن نهاية الموسم. قال لي حتى الآن لم يتم أي إجراء قانوني. هو الراجل خد بطاقة مؤقتة وخلاص. الزمالك لا خد إجراءات ولا سمعنا إنه خد إجراءات. قلت له لا، كنا سمعنا إن كريسبو المحامي الإسباني هو اللي هيبقى في القضية وكده وبتاع وحكاية ورواية. فقال لي حتى الآن مفيش حاجة رسمي وصلت اللاعب أو وكيله او ناديه، نادي افيس البرتغال، دي بيرتيفو افيس البرتغال. قلت له يعني؟ قال لي يعني يبقى في اجراء، يبقى في حكم مبدئي، يبقى في قرار اولي، مش عايزين نجيبه ويبقى كل المعركه شغاله عندنا. قلت له لا، هاتوا كل المعركه شغاله عندك وانت الكسبان. قال لي ليه؟ قلت له ان هو النهارده مكروه في نادي، رئيس النادي يهدى مكروه في نادي، مكروه من جماهيره. قلت له لو تابعت السوشيال ميديا امبارح والنهارده واول، هتلاقي الجمهور بيحمله مسؤولية أي انتكاسة للفرقة. قال لك خاصة في خناقة جنراسيون فوت. قال لك لو حصل أي حاجة يبقى هو المسؤول، لأن هو له تسجيل صوتي بلسانه بيقول فيه إن إحنا هننقل الماتش قبل ما يجي الكلام عن نقل الماتش وقبل خطاب الأمن. خلي بالكوا. خبقول كهرباء وبعدين أخش على الجزئية دي. فبالتالي قال لي ده وارد وده وارد، وكله في الحسبان وكله ابن وقته وساعته. قلت له يعني ابن وقته وساعته؟ قال لي يعني مش يعني كهربا معانا معانا. قلت له اه. قال لي يبقى في يناير باخر السنه ده هنشوف. قلت له بتحسمها امتى؟ قال لي في النص الثاني من ديسمبر. اقول لك يا انكل ابو المعاطي، كهربا جاي في يناير ولا كهربا يجي نهايه الموسم؟ قلت له، قال لي يكون الموقف العام ظهر والفرق ظهرت ووصلنا لدور المجموعات وعملنا ايه في دور المجموعات وداخلين على الادوار النهائيه وايه الشكل وايه الحكايه وايه الروايه. قال لي الحاجة التانية النهاردة، ما شاء الله ما شاء الله على رمضان صبحي. قلت له يا عيني حاسوبنا تقربي حب وكرامة لنا، الواد ماشي زي الفل زي الفل زي الفل. الكابتن إكرامي عمال يدعي له ليل ونهار وهو بيصلي وهو بيقرا قرآن، والست والدته ما شاء الله عليه ربنا يحفظه. قلت له رمضان صبحي بالمستوى ده يلعب في أي نادي في أي في الدوري الإنجليزي؟ فالمهم قال لي كهربا نحسمها نشوف الإجراءات القانونية إيه اللي حصل. قال لي افرض الراجل ده غار في مصيبة وجي حد محترم في الزمالك وادى اللاعب حقوقه وتم حل المشكلة بشكل ود، قال لي احنا هنكون اول المرحبين. قلت له ايه؟ قال لي زي زمان الكابتن حسن حمدي قال ود العقود للدكتور كمال درويش بتاع شيكابالا وبتاع وائل قبان، وقلنا له اتفضل، انه كان راجل محترم وراجل يمتاز بالروح الرياضية والعلاقات الرياضية المحترمة. قال لي فكل شيء وارد. قال لي والله ما يجي حد محترم مكانه ويقول نحل الموضوع بشكل ودي، لا احنا اللي هنساعده في حل الموضوع، واحنا لما بنعمل الاجراء ده بنعمله لان هو اللي بدا في ازمه عبد الله السعيد. وقتها المستشار التركي الشيخ جاب عبد الله وتراجع عن تعاقده والحكايه، لكن احنا المره دي لا، احنا بنقدمه. اللي بقول لكم عليه ده عقر عقر. قال لي احنا بنقدم، وبعدين احنا الفرقه ماشيه كويس، وبعدين ايه؟ خدنا الدوري وخدنا السوبر وهو احنا مكملين مع بعض. قال لي يكفي ان جمهوره بيكرهه. قال لي انت لا تتخيل التليفونات اللي بتجي لنا دعم لينا من رموز زملكاويه بيقولوا لنا خلصونا من الراجل ده. هذا الرجل احتل نادي الزمالك. فالمهم ده بالنسبه لموضوع كهرباء. نقاش كده كان على الماشي مع احد الاصدقاء المحترمين والمسؤولين في النادي الاهلي، والمسؤولين في النادي الاهلي. لما بقول لك معلومه يا باشا ببقى جايبها من بوق الاسد. يا عم انا كان الفتره اللي فاتت بقول لكم مش هتكلم في كهرباء عشان الحاج عمنهم قال لي يا استاذ ابو المعطي مش كل حاجه على الهوا الله يكرمك. عايزين الموضوع يتم في الحته دي، ده مسؤول اهلاوي حاج عمنهم. فقال لي يا في يناير يا اخر السنه هنشوف هنشوف. قالوا في كل الاحوال نحترم الجميع ونقدر الجميع. قالوا جمهور الزمالك جمهور محترم ويرفض سلوكيات رئيس ويرفض شتائم رئيس. فبالتالي احنا ده بالنسبه لموضوع النادي الاهلي
وكهربا، وقلنا موضوع الماتش، قلنا اصابه كابتن عمرو السوليه. هنخش على موضوع تاني على كده على الاستقلال. طبعا كلام بنرد تشكيل الشناوي وربيع وايمن اشرف، تشكيل زي الفل كلها تبعنا المباراه. لكن عاوز اخش على موضوع جينيراسيون فوت. بالنسبه لموضوع جينيراسيون فوت، اخر الانباء ان الناس في جينيراسيون فوت لجأوا الى محامي شهير جدا وهو كريسبو، اخوان كريسبو اللي هو محامي نيمار، ده في حال صدور قرار باستبعاد جينيراسيون فوت من دوري الابطال واللعب في الكونفدراليه. وده امر وارد، لان برضو خلينا انا بقول كلمه الحق يا جماعه والقناعه الشخصيه اللي عندي، جالك جواب ورحت بحكام ونزلت الملعب خلصت الحكايه، انت ما جالكش جواب والحكايه والروايه ده موضوع تاني. فهنا في موضوع جينيراسيون فوت موقف الزمالك بيجي لك بقى جزئيه ثانيه، ان الخطاب صدر بالمخالفه للوائح، وجزئيه ثالثه انه يمكن ان يعاقب انطونيو ويتم تعديل القرار لانه صدر بالمخالفه للوائح. بيجي لك جزئيه ثالثه ان سنجور رئيس الاتحاد السنغالي يقوم بالتصعيد بعد تسجيلات السفاره. الناس كلها عماله يعني مش الناس كلها، البعض بيهاجم زميلنا الصحفي المحترم احمد جمال الصحفي في الفجر الشاب الموهوب، بيهاجموه يقول لك ده هو ترجم، هو بتاع جينيراسيون فوت كان مستني احمد جمال يترجم له، ده مترجمين كل حاجه في السفاره. بس الراجل يعني ايه بحكم اهلاويته يعني ورفضا للشتائم والبذاءات التي تلقى ليليا رئيس نادي الزمالك، قام مترجم حتتين كده ومنزله هو وموقع كابيتيانو وموقع مش عارف ايه وموقع الاهلي فانس والاهلي دوت كوم، كل دول قال لك خلاص. فالفكره لكن السفاره والمستشار الاعلامي بيسجلوا لايف وبيترجموا لايف وبيبعتوا فوري وبالميلاد، المساله مش محتاجه فكاك. وفاطمه سموره عارفه خلفيه على رئيس نادي الزمان، وبعد ما قال لها يا كذا يا كذا، دي ست مسلمه يعني عارفه يعني ايه قصف المحصنات وانت على علاقه بانفنتين، كلام عبيط. وبعدين رجع تاني امبارح جاب ورا، ومحمد اسماعيل مالك قناه الحدث ما عادش بينزل المداخلات بتاعته ولا نازل ينزل لك دقيقتين ولا ثلاثه، والحلقه كلها اغلبها ما بقاش ينزل. كنا زمان يا محمد واحنا معاك انا وانكل عبد الناصر زيدان كان كل الفقرات بتنزل تبقى صغيره بقى ينزل فقره اجمالي صغيره بحيث الناس تستمتع بيه، لكن انت دلوقتي خايف على قفل القناه بتاعتك، واحنا عاذرينك يا محمد عاذرينك جدا جدا جدا، انا خايف على قفل القناه. لكن لا ما تخافش على قفل القناه، بس لن تكون نائبه مره اخرى في مجلس النواب، لان الاهلاويه في البلاء يتربصون بك دفاعا عن ناديهم، لانك فتحت القناه خراره لسب رموز النادي الاهلي وجماهيره والشخصيات الوطنيه المحترمه في مصر والرموز الوطنيه في مصر. وبالتالي شوف زمان الناس عماله تكتب له رسائل، والله لا اقرا الرسائل دي، بس ده ما بيعياش ولا بيموت ولا بيحصل له حاجه، ده ضد الكاس، ضد اي حاجه فيها كاس. المهم فالمفاجات وارده، لكني ارى موقف الزمالك اقوى، لان فاطمه سموره وسنجور عضو المكتب التنفيذي مش هيتهاونوا في شتائم، كلها 48 ساعه ونعرف ايه القرار. مش عاوز اسبق الدنيا ولا عاوز اتوقع حاجه، لانها قانونيا وفقا للخطاب الزمالك يصعب. هتيجي تقول الخطاب صدر بالمخالفه للائحه وعقوبات على الناس اللي عندك، يبقى جينيراسيون فوت يصعد. لكن مين اللي راح الملعب؟ الزمان. مين اللي الحكام راحوا فين؟ مع الزمان. يبقى الزمالك فرصه اقوى. يعني تقدر تقول 75 25 صعود الزمالك بنسبه 75% وجينيراسيون فوت بنسبه 25%. ده 75 ده 25، الزمالك 75 جينيراسيون فوت 25، وهنشوف المفاجآت الوارده في المرحلة القادمة. في بيان صدر، بيان ايه؟ خلوا قلبنا الاول، احنا كلنا بنتعاطف مع كل اللاعبين المحترمين المؤدبين، خاصة وان كرة القدم اكل عيش. كابتن محمود عبد العزيز تعرض لاصابة بالرباط الصليبي، بالامس قلت لكم ان الشكوك حوالين قطع في الرباط الداخلي او رباط صليبي. بعض الناس قالوا لي فلا الله ولا فلك يا انكل، قلت لهم يا جماعة انا اتمنى ما يكونش عنده حاجة خالص، ما يجيلوش انفلونزا حتى. كل اللعيبه مش بس محمود عبد العزيز، محمود عبد العزيز وطارق حامد وفرجاني ومحمود علاء
وجنش وعواد ومصطفى محمد ويوسف وكل الناس، كل اللعيبه كلهم ناس محترمه ومتربيين وولاد ناس. لكن بتبقى جايه معلومه من الجهاز الطبي، ايه الحكايه يا دكتوره؟ يقول لك الشبهات حوالين قطع في الرباط الداخلي للركبه او رباط صليبي. فللاسف الشديد محمود عبد العزيز رباط صليبي، وسيسافر الى العلاج في المانيا مع جنش ومؤمن زكريا، وهيزورهم برضه كهرباء. فالف مليون سلامه عني. بالنسبه لي قرارات لجنه المسابقات حتى الان ما صدرتش حوالين الماتش بتاع الزمالك والمقاص، وخالص العزاء خالص العزاء للكابتن جمال غندور في وفاه والده. بالنسبه لايقاف طارق حامد برضه لسه ما نعرفش ايه القرار، يعني الاهلي والزمالك هيلعب ماتش بكره لحد ما نعرفش ايه القرار. معلومات انا المسربه الي ماتش واحد يغيب ماتش بكره بس ويلعب القمه مع النادي الاهلي. معلومات والله اعلى واعلى. بس مركز بقى ده طارق حامد، محمود عبد العزيز رباط صليبي وهو ايقاف، محمد حسن مصاب، احمد سيد زيزو تالق وابدع في هذا المركز. طيب كابتن قبل ما اخش برده على المنتخب وكواليس اختيارات، كابتن محمد ابراهيم عمل بيان او وكيله الدكتور سالم. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا نبينا محمد رسول الله، صلى على المصطفى الاذان اهو.